خطوة سياسية شجاعة تقوم بها الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارتها التاريخية إلى أيرلندا التي تدوم 4 أيام بتفقدها ملعب كيبوك بارك ستاديوم الذي شهد مجزرة ارتكبتها القوات البريطانية في نوفمبر تشرين الثاني من العام 1920 في حق الأيرلنديين. إجراءات أمنية مشددة رافقت هذه الزيارة ذات الرمزية القوية والتي سبقتها الملكة بوضع باقة من الورود الثلاثاء على نصب تذكاري ترحما على أرواح قتلى أيرلندا من أجل استقلال البلاد عن التاج البريطاني. في الشارع تظاهر المناهضون لزيارة إليزابيث الثانية لبلادهم واشتبكوا مع قوات الأمن التي اعتقلت 21 شخصا في صفوفهم. مبادرة الملكة دفعت رئيس الحكومة الأيرلندية إلى التفاؤل بهذه الالتفاتة التي تفتح أبواب المصالحة والقطيعة مع الماضي على مصراعيها.